عالم الموضة ابتدى يتغير خالص في الفكر، بقى في فرصة لأي حد ان هو يقدر يدخل مجال الموديلنج. يا جماعة دلوقتي بقينا بنشوف براندز كتير جدا بقت بتختار المودلز بتاعتهم في عروض الأزياء بتاعتهم، وشكلهم مختلف بقى عن المودلز اللي كنا بنشوفهم زمان فاكرينهم رفيعين قوي دول. لا، دلوقتي بقت الناس كلها تقدر تشوف نفسها او تبقى حاسة كده ان هي في مكان طبيعي في كل الناس في عروض الأزياء دي. بقى في براندز كتير جدا دلوقتي بتختار ناس أجسامها مختلفة، بشرتها مختلفة. الناس دلوقتي يا جماعة بقت بتتقبل ده، وهو ده الصح، عشان الناس المختلفة عن المودلز القدام دي ناس طبيعية وناس موجودة في المجتمع، وفي منهم كتير مثلا ممكن يبقى حد عنده رجل صناعية، ممكن حد يبقى عنده بهاء، ممكن حد يبقى مركب قوقعة عشان السمع. كل ده خلاص اتغير، كل الناس دي بقت دلوقتي موجودة في عالم الموضة ومرحب بيها، ودي حاجة حلوة جدا جدا ان احنا نقدر نشوف التغيير ده، وان كل الناس دي بقت مقبولة في كل المجالات عشان ده فعلا من حقها. بصوا مثلا يا جماعة البراند اللي اسمه ايسوس، البراند ده جايب موديل جميلة مركبة قوقعة في ودنها. بصوا حلاوة الصورة يا جماعة، ناس كتير جدا ممكن تكون حوالينا مركبين قوقعة ومختلفين عن اللي احنا متعودين عليه اللي بنشوفهم في المجلات، لكن بصوا قد ايه البراند ده اهتم ان هو يحسس الناس ان ايه المشكلة، مركبة قوقعة ما تطلع موديل وجميلة وزي القمر، وناس كلها بتبص على صورها وفرحانين بيها. براند تاني زي ريفر ايلاند مثلا، هم كمان قرروا ان هم يدافعوا عن التنوع والاختلاف، وعملوا حملة فيها ناس عندها داون سيندروم. بصوا مثلا الموديل دي كاثلين هامبرستون، يا جماعة شكلها حلو قوي في الصور، قد ايه كنت فخورة وسعيدة ما بشوفت الكامبين دي، قد كده هي شكلها حلو وجميل. ودي على فكرة حاجة حلوة يا جماعة، احنا نشوف العالم بيتغير برضو في اتجاه حلو واتجاه بوزيتيف كمان. ومش كده وبس، على فكرة كان في برضو في الحملة بتاعت ريفر ايلاند ناس على كرسي متحرك، ناس بايد او رجل صناعية، ناس عندهم نمش كتير قوي، ناس عندها بهاء. كل ده بقى خلاص موجود وعادي جدا ان احنا نقدر دلوقتي نشوفهم مودلز كمان، يلبسوا بقى هدوم من عندهم، اكسسوارات، احذيه، ايا كان الحاجه اللي بيعرضوها، لكن خلاص بقوا قادرين ان هم يكونوا موجودين في كل المجالات. يعني بصوا مثلا المودل دي لابسه جاكيت اصفر خطير والشنطه حلوه وشكلها جميل، بس عندها رجل صناعيه، ايه المشكله يا جماعه؟ هي في الاخر واقفه وموديلنج وبتعمل موديلنج لبراند كبير وعالمي، حاجه فعلا حلوه جدا وسعيده جدا بالاتجاه ده كمان. وعملوا كمان حاجه حلوه قوي، عملوا الحمله دي لهدوم الاطفال. ليه بقى حلو قوي واحلى من العادي؟ عشان حلو ان الاطفال لما تشوف ده من وهي صغيره يبتدوا يكبروا ويعرفوا ان مفيش تنمر بقى، ان خلاص يا جماعه لازم نكبر ونعقل ونتربى على ان كل الناس اللي حوالينا ايا كان اختلافهم ايه، دول ناس من حقهم ان هم يكونوا جزء من المجتمع، وان عادي ايه المشكله ما يكون شكلهم مختلف عن اللي احنا متعودين عليه او عن بقيه الناس، عادي يا جماعه ما دول بشر برضو ومن حقهم ان هم يكونوا موجودين في كل مكان.